بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. انا النهارده هبتدي معاكم يومي من اول الفطار الصبح، ودي وجبه فطار دايت. انا عامله نظام غذائي ودوت سلطه التونه وبضايه مسلوقه ونص رغيف وكوبايه ميه، دوت فطاري. طبعا لو حابه تضيفي قطعه جبنه ملح خفيف سواء قريش او جبنه فيتا ملح خفيف يبقى تمام قوي، ودي وجبة متكاملة كده. ده فطاري يوميا. هنعمل مع بعض برضو وجبة غدا صحية خفيفة جدا جدا ومفيش فيها دهون غير يعني قليلة جدا. هنشوف مع بعض الطريقة دي هتعجبكم جدا بجد. طريقة اللحمة بالطريقة دي خلص فيها الكلام، كانت جميلة جدا جدا، وعايز اقول لكم كان طعمها رائع ولذيذ جدا. يلا يا حبايبي نشوف مع بعض الطريقة، هتلاقوها سهلة جدا جدا وفي 10 دقايق هتعمليها. يا رب ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش من اللايك للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتدعموني بلايك للفيديو كتير كتير عشان الفيديو يترفع. معايا هنا كان كيلو لحمه قطع على بعضها وانا قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده، طبعا لحمه بلدي. ومعايا الجريل بتاعي حطيت فيه معلقه صغيره من الزيت وسخنته على النار زي ما انتم شايفين كده. انا سخنت الجريل الاول وبعد كده نزلت بمعلقه الزيت، وبعد كده هدي صدمه للحمه بتاعتي في الجريل الساخن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا خلصت المقدار بتاعي كله يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا يعني زي ما انتم شايفين انا بديها بقلبها عشان انا عايزه اديها لون وصدمه في الجريل بالشكل ده. اخدت اللون، انا ابتديت اقلب فيها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. ان شاء الله جربوها، عايزه اقول لكم بجد طعمها عجبت الولاد جدا جدا. انا طبعا اللحمه انا بحبها مسلوقه بصراحه، الولاد عندي بيغلبوني في اكل اللحمه، بيحبوا الفراخ اكتر، فبصراحه قلت اشكل لهم يعني في اللحمه في الوجبات يعني. فانا حطيت معلقه فلفل اسود وحطيت معلقه لورا ومعلقه حبهان مطحون ومعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر، وحطيت معلقه من السبع بهارات. ما شاء الله بجد عايزه اقول لكم الريحه بس مع التوابل تحفه، ريحه اللحمه مع التوابل كده في التشويحه دي رائعه جدا. طبعا لو انت عايزه تشوحيها بمعلقه زبده مكان الزيت اوكي مفيش مشكله، بس تكون زبده بقري خفيفه مش زبده تقيله من اللي هي الجاموسي. تمام. هنا بقى يا حبايبي انا مهديه عليها النار خالص بحيث ان هي يعني تتشرب من بعضيها كده بتعم التوابل، ونزلت هنا بمعلقة صويا صوص اللي هي الحلو، الصويا صوص الحلو، ومعلقة دبس الرمان كمان زي ما انتم شايفين كده، هنزل بمعلقة وهشوحها بقى، هخليها كده هقلبها واخليها مع بعضيها تتشرب من طعم بعضيها بالشكل ده. يعني انت لو انت عايزاها لحد كده اوريدي تمام، مش عايزه اضيف لها اي حاجه، انا مش هضيف ليها غير بصلايه مفرومه بس، اكتر من كده مش هضيف. وطبعا معلقه سكر وفصين توم كده مفرومين بس، هو ده اللي انا اضيفه ليها. وبكده يعني بجد الوجبة مكتملة. هنا طبعا الملح ده اللي هو الملح الصحي جايباه من الصيدلية، العبوة دي ب15 جنيه للناس اللي هي بتعمل نظام غذائي. طبعا مش هنمشي عليها على طول عشان ما تبقاش مرهقة يعني على الميزانية وكده، احنا في فترة بس اللي انت بتعملي فيها النظام الدايت وبعد كده هتقليلي الملح في الاكل خالص. بصراحة انا بقالي شهر بالظبط ماشية بملح خفيف، وده طبعا من المعجزات بالنسبة لي، لان انا كنت بحب اظبط الملح في الاكل جدا، واصعب حاجة في الدنيا انك تاكل الملح دلع من غير اكل، من غير تاكل الاكل دلع من غير ملح عفوا، دي حاجة صعبة جدا جدا. بس انا ابتديت الحمد لله بفضل الله وبفضل المعالج بتاعي ان انا يعني اتعود على النظام ده. هنا حطيت طماطمايه مفرومه بوريه، وحطيت معلقه سكر، وحطيت نص كوبايه ميه، وكده خلاص اوريدي مش فاضل غير فصين الثوم، وهغطي عليها واسيبها بقى مع بعضيها تتشرب من الجمال اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحتها عدى الخيال بجد، وطعمها عدى الوصف والكلام.
جربوها وبجد مش هتندموا. والبنات اللي متعودة منهم ان هم بيجربوا وصفاتي وبيقولوا لي على رأيهم في وصفاتي، انا منتظرة تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم يا حبايبي. وهنا بقى خلاص اخر مرحلة، فصلنا الثوم، وبعد كده هنشوف بقى مع بعض احلى طبق لحمة. مش عايزة يعني بجد مش لاقية في كلام اقوله. لحمة مشوية بقى في الجريل، تقولوا اي حاجة جميلة كده تحطوها اسم كمسمى للوصفة دي قولوها، بس بجد هتعجبكم جدا. السعرات الحرارية اقل فيها طبعا، والدهون مفيش فيها دهون. هتاخدي كده تقدر يعني تاخدي قطعة اللحمة سوتيه كده مع معلقتين رز بالشعرية او معلقتين رز ابيض براحتك خالص. عايز تاكليها بعيش برضو تمام، مع طبق سلطة خضراء، وده اساسي طبعا، لازم طبق السلطة الخضراء مع الوجبة الجميلة دي وفي كل الوجبات بقى، لان طبعا طبق السلطة الخضراء بيحرق 30% 30 جرام من الدهون اللي في الوجبة. خلاص كده يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، الوجبة بتاعتي متكاملة وصحية جدا جدا جدا، وما شاء الله اتشوت في الجريل، اللي دخلتها شواية ولا دخلتها فرن ولا اي حاجة خالص، هي كده خلصت على البوتاجاز من فوق، والجريل اداها اللون التحفة الرائع دوت. وكمان يعني طعمها كان هايل بجد، جربوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا على الوصفة دي. وكمان هتحب يعني هتعجب افراد الاسرة عندكم، كلكم هيحب كلهم هيحبوها. يا ريت يا حبايبي اذا عجبكم الفيديو بتاعي ما تدعموني، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، وتعملوا لي سبسكرايب، تعملوا لي لايك للفيديو، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. وبحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.